التلقيحات. أنجبت ريتا بنتا في المستشفى وهي بصحة جيدة. قبل مغادرة المستشفى تكلمت الممرضة مع ريتا عن اللقاحات وأعطتها كتاب خاص بلقاحات الطفلة. يجب على ريتا الاحتفاظ بهذا الكتاب. بعد 4 أيام من مغادرة المستشفى زارت ممرضة الصحة ريتا وقامت بمعاينة ريتا وطفلتها. طلبت الممرضة من ريتا الاطلاع على كتاب اللقاحات. شرحت الممرضة لريتا عن ضرورة اللقاحات في استراليا وأن يأخذوا اللقاحات من سن الولادة إلى أن يكملوا 4 سنوات. هذه اللقاحات قد تحمي الطفل من بعض الأمراض الخطرة مثل الحصبة وشلل الأطفال. وذكرت الممرضة لريتا أن يجب على طفلتها أن تأخذ كل اللقاحات، وأن على ريتا أن تأخذ كتاب اللقاحات معها لكي يتسنى للطبيب تدوين اللقاحات التي حصلت عليها طفلتها. وعند بلوغ الطفلة 2 أسبوع من عمرها أخذتها ريتا إلى ممرضة الصحة لغرض الفحص الدوري. شرحت الممرضة لريتا عن اللقاحات وكيف أن لها الحق في أخذ القرار بشأن أخذ ابنتها لهذه اللقاحات أم لا. قامت الممرضة بوزن الطفلة وقياسها وسألت ريتا بعض الأسئلة عن صحة الطفلة. شرحت الممرضة لريتا عن ضرورة أخذ كل أطفالها حتى إذا لم يولدوا في استراليا إلى طبيب العائلة لغرض الفحص. وكذلك يجب عليها حضور كل المحاضرات التي تدعم من قبل البلدية من أجل الصحة والتوعية، حيث يستطيع أطفالها ريتا وزوجها كذلك أن يأخذوا اللقاحات اللازمة. ذهبت ريتا مع زوجها وكل أطفالها إلى أقرب مركز صحي لغرض أخذ اللقاحات اللازمة. حتى إذا كنت قد حصلت على اللقاحات في بلدك الوطن، فيجب عليك الخضوع للفحص الطبي وأخذ اللقاحات إذا لزم الأمر. لا تنسى أخذ الكتاب الخاص باللقاحات معك كل مرة تزور بها الطبيب. من المهم جدا أن تحتفظ بهذا الكتاب حيث تدون كل اللقاحات التي أخذها طفلك. في بعض الأحيان قد يتمرض طفلك بعد أخذ اللقاحات، ولكن لن تأخذ فترة طويلة. إذا كان هذا الشيء سوف يقلقك، اطلب النصيحة من الصيدلاني أو الممرضة المختصة. إذا كنت قد أخذت اللقاحات خارج استراليا، أخبر طبيبك عن اللقاحات التي أخذتها هناك. إذا قررت السفر إلى خارج استراليا، فيجب عليك إخبار طبيبك لأخذ اللقاحات الخاصة بالسفر لك ولعائلتك. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار، فيجب عليك الاتصال بأقرب عيادة شعبية أو بطبيبك الخاص. وللطوارئ اتصل
بالرقم 000. وكذلك يمكنك طلب خدمة الترجمة إذا كنت بحاجة لها. الصحة الذهنية. جاء مادو إلى أستراليا منذ حوالي 3 سنوات كلاجئ. قدم له العديد من الخدمات منذ مجيئه إلى أستراليا. كان مادو مدرسا في بلده ويرغب أن يمارس مهنة التدريس في أستراليا كذلك. مادو ما زال يتعلم اللغة الإنجليزية وحاليا لا يستطيع الحصول على العمل كمدرس. مادو يشعر بالحزن يوما بعد يوم، وكذلك يشعر أن الحياة صعبة في أستراليا. أحس حسان أعز أصدقاء مادو كم إن مادو حزين، ونصحه بطلب العون من الأشخاص المختصين بذلك. أخبر مادو صديقه حسان إنه لا يريد أن يتكلم مع أي شخص عن مشاكله الخاصة لأنه يشعر بالخجل من ذلك. أخبر حسان صديقه مادو إنه ليس عليه أن يشعر بالخجل بسبب مشاكله، وأخبره أيضا إن في أستراليا كل واحد من 4 أشخاص يعانون نفس حالته، وأن هناك أشخاص مختصون يستطيعون التكلم معه ومحاولة مساعدته. اتصل مادو بالعيادة الشعبية القريبة من منزله وطلب التحدث إلى الباحث الاجتماعي هناك، وأخذ مادو موعدا ليتحدث مع الباحث الاجتماعي توم. تكلم مادو مع الباحث الاجتماعي توم عن مشاكله، وأعطى له الترخيص ليتكلم توم مع طبيب مادو الخاص ليعملا معا لمساعدة مادو في حل مشاكله. بدأ مادو بزيارة الباحث الاجتماعي توم كل 2 أسابيع، وكذلك بأخذ الدواء الذي كتبه طبيبه له. بعد مرور 2 أسابيع من أخذه للدواء ومتابعة رؤية توم باستمرار، بدأ مادو ممارسة حياته اليومية بشكل مستقر وبتحسن ملحوظ بحالته الصحية. لا تهمل صحتك الذهنية لأنها مهمة، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المشاكل الصحية الذهنية. تكلم مع طبيبك أو الباحث الاجتماعي أو الممرضة المختصة إذا كنت تشعر أنك غير سعيد أو تشعر بالتعب دائما. هناك مستشفيات مختصة لمساعدتك ولتقديم خدماتها، والكثير منهم مجانا. إذا كنت تعرف شخصا يعاني من مشاكل نفسية، يمكنك الاتصال بالمستشفيات المختصة بذلك وتطلب التكلم مع CATT Team. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار، فيجب عليك الاتصال بالمراكز الشعبية أو العيادات الطبية لطلب المعونة. وفي حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000. يمكنك طلب خدمة الترجمة إذا كنت بحاجة لها.